تاني. والحقيقة انه الموضوع ده مثار من يومين، وهو الحقيقة يعني فوجئنا بانه على برنامج اسمه الطريق للتحدي. البرنامج ده على اون اي، المذيعة لبنى عسل، وكمان كان الحقيقة يعني المعتز، اثنين مذيعين يعني كانوا بمنتهى السعادة بجايبين موضوع عن مسلم كوري، عفوا يعني هو كوري يعني كان مسيحي واعتنق اعتنق الإسلام، وانه مشكلته ان هو عشان كبير في السن مش قادر ان هو يلتحق بالأزهر يعني. ف مسمينه عبد الله الكوري، وليه صفحه على موقع التواصل الاجتماعي. والقصه انه الحقيقه انه يعني كان شويه من اوائل الناس اللي لمسوا وعبروا عن الموضوع ده كان خالد منتصر، لكن هي الفكره انه كان حوار صادم. يعني قبل ما نقول خالد منتصر قال ايه، نسمع حته من انه وهو بيتكلم عبد الله ده، ويعني يعني نحاول ان احنا بس ناخد كده جزء صغير، وانه السعادة والاهتمام والفرحة كبيرة قوي، وخصوصا لما قال كمان ان هو ساب الديانة المسيحية عشان ديانة ناقصة. يعني دي كانت برضو حاجة عجيبة من بعد سالم عبد الجليل اللي قال على ديانة ايه، مش عايزة اقولها كل مرة زي ما بقول لكم، وانه الاخ ده مبسوطين انه بيقول على الديانة المسيحية ديانة ناقصة. ولسه داخل الاسلام يعني حديثا. عبد الله كتب مأساته او رحلته ان هو عايز انه يعني يدرس في الازهر الشريف، وقدم هناك وقدم في مدينه البعوث الاسلاميه علشان انه يعني ولا المنهج ولا تدرس لوحدك، لازم يكون في استثناءات. مسيحيه نعم. انا في حياتي كله يعني كنت درست التوراة والانجيل هكذا، لانه ابي وامي كانوا يريدون ان اكون قس في الكنيسه هكذا. نعم. فأنا بس نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمضيق وازاي تحولت عليه. انت جيت مصر ليه؟ انا بعد ما اسلمت انا رايت في كوريا لا يوجد اسلام، ما احد يعرفون عن الاسلام. فانا قررت انا ادرس حتى استطيع انشر الاسلام في كوريا الجنوبيه. نعم. فعندما جئت في مصر يعني انا في البدايه كنت سعيد جدا، كثير سعيد، لانه رايت الناس كثير يعني يساعدونا كثير، وناس يعني في إنسانية في مصر، يعني مش يعني مثل دول آخر. يعني أنا حبيت مصر كثير يعني أكثر من بادي في الحقيقة، يعني ما شاء الله يعني ناس نشيطونا كثير هكذا. طيب أنت تتحدث عن الشعب العادي، عن المصريين العاديين. مصريين ما شاء الله، أنا والله يعني أنا أشعرك أن مصري مثل عائلتي. مصر مثل عائلتك، كويس، وأنت واحد مننا. طيب يعني في شعور إيجابي وشعور بالحب وبالود، هل أفسده ما تعرضت ليه يعني عند طلبك للدراسة والعلم في لدى مدينة البعوث الإسلامية؟ يعني احكي لنا الموقف اللي تعرضت ليه تحديدا. نعم، في البداية أنا كنت لم أعرف شيء يعني معلومات عن الأزهر. يعني أنا فقط كنت أريد أتعلم الإسلام، لأنه كثير من الناس الكوريين ما يعرفون عن الإسلام، فهذا كان نيتي يعني. فعندما جئت في مصر لم أعرف يعني أين أذهب لكي أدرس. فطلبت للناس، سألت أين يعني يجب أن أدرس كذا كذا، فقالوا لي يعني أنت ما زلت يعني مسلم جديد، يعني أسلمت حديثا، وأنت تحكي اللغة العربية ولكن أنت مش حافظ قرآن ولا حافظ حديث كذا كذا. فقالوا لي أنت أفضل شيء أنت تذهب إلى معهد بعوث إسلامي حتى تدرس يعني من الأساسية، يعني اساسيات الاسلام وحفظ القران من جزء، اما كذا كذا شيئا فشيئا يعني. نعم. فكذلك انا رحت الى معهد بعوث اسلامي. تمام. فسالته يعني كيفيه يعني شروط التسجيل، وكيفيه يعني منهج اسلامي هناك والكتب الى اخره. فعندما سالته قالوا لي يعني عندنا يعني قانون، يعني شروط مثلا يعني يجب ان يكون عمر طالب هكذا، او مثلا او معتل، يعني انت فوق السن، اكبر من السن المطلوب. يعني عمرك قد ايه؟ عمري هذا السر. يعني انا مش يعني مولود مسلم، انا اسلمت حديثا يعني. فاكيد انا مش يعني عمري صغير يعني. ايوه كام يعني؟ ما اقول يا عبد الله، انت مش خلاص كده اسره واحده
كم عمرك؟ يعني انا يعني انا وجدت الاسلام عندما كنت 25 هكذا، يعني عندما وجدت الاسلام انا عمري كبير يعني اصلا. اه يعني انت يعني انت كنت بدات الاسلام وانت عندك 25 سنه. نعم نعم. طب ودي عايزه حسبك 2009 كان عندك 25 سنه، طيب خلاص الوقت عدى. طيب ما علينا. 35 سنه 34 سنه. قالوا لك ايه بقى يا عبد الله لما رحت؟ قالوا عمرك كبير ومش هينفع انك تدرس معانا. كنت في البدايه كنت حزين شوي. لكن انا لم يعني ما اقول يعني يعني ازهر هكذا ولماذا هم هكذا لماذا ما يقبلوني، انا لا اقول هكذا لاني اول شيء انا سعيد جدا لاني انا اسلمت، يعني انا وجدت دين الحق وهذا يعني يعني في التوحيد انا اعبد الله وحده، هذا يعني نعم اكبر نعمه، يعني الاسلام اكبر نعمه، فانا لازم اكون سعيد مش اكون حزين. تمام. فهذا اول شيء. نعم. فثانيا يعني أنا يعني لا أقول يعني هم سيئين جدا لماذا هم هكذا، أنا أنظر لنفسي أولا، أنا أقول المشكلة مش أزهر، المشكلة مش مصر، المشكلة أنا، يعني أنا لا أقول يعني معلش مش هنتظر بقى لغاية ما الحتة اللي يقولها، لكن هو قال يعني هذا الكلام عجبني قوي دكتور خالد. وكان برضو أندرو كمان على صفحته، أندرو حبيب زميلنا في أنا مش كافر، كان رد عليه الحقيقة برضو في الموضوع ده يعني، وقال له يعني خلينا نسمع نشوف الأول دكتور خالد كاتب لهم إيه. في الدولة المدنية الحديثة لا يحدث مثل هذا الهراء، في الدولة المدنية اللي بجد من الممكن أن ينتقل شخص من المسيحية الإسلام، من الإسلام المسيحية، منهما معا إلى البوذية، من الممكن أن يلحد، يترك كل الأديان، كل فرد وحريته، لكن الاحتفاء من إعلام مواطني تلك الدولة الذين يدينون بدين معين بدخول فرد لدينهم والانتقاص من الدين الآخر هذا مرفوض ومدان في أي دولة تحترم نفسها. نحن هنا لا نتحدث عن تجديد ديني، ولكننا نتحدث عن شخص كوري جنوبي بيقول أنه دخل الإسلام لأنه وجد أن المسيحية ناقصة. هل يسمح إعلامنا في نفس البرنامج باستضافة من يقول أنه قد دخل المسيحية لأنه وجد أن الإسلام ناقص؟ وده الكلام اللي قاله أندرو، قال لهم كده للبنى ومعتز، هتسمحوا لي بأن أنا أدخل وأقول الكلام ده؟ إعلام ليس مؤهلا لأي عقلانية أو تجديد أو حتى إنسانية. هل عمرك سمعت عن أن الصين احتفت بدخول أشهر نجوم هوليود وأقامت الليالي الملاح؟ الدولة المدنية تغتال على أيدي إعلام سلفي غير مسؤول حتى ولو لم يطلق لحياته أو يرتدي الجلباب، لحاهم تنمو إلى داخلهم ونقابهم يغلف عقولهم. تحياتنا ليك دكتور خالد، وأنك لمست الموضوع. هل فعلا ممكن يسمح لمتنصر يطلع على الهواء، وحتى ممكن لو يعرض لو عنده مشكلة مع كنيسة ما في أنه يلتحق أو أي حاجة أو حاجة بتعوقه، يعني مش نموذج نفس النموذج، لأنه هيرد عليك ويقولك أصل إحنا جبناه علشان خاطر برسالة للأزهر، علشان خاطر يعني أنا عارفة الرد اللي هيردوه، يعني علشان خاطر أنه ما سمحولوش بأنه يلتحق بالأزهر عشان السن ومش عارف إيه، وأنه لازم شيخ الأزهر يعمل استثناء وهذا الكلام. ولكن الحقيقة يعني أنه هو كان مدته تقريبا 16 دقيقة عرض في الموضوع ككل بقى، ودخل الإسلام إمتى والمواضيع دي كلها. فالحقيقة أنه يعني بالفعل أنه مثل هذه الأمور بتشير بشكل كبير جدا أنه يعني ده في حد ذاته يعتبر الحقيقة يعني إزدراء للدين المسيحي برضو، ما هو نفس الحكاية. وخصوصا أنت لو برضو هتيجي حد يرد عليه ويقول لي ما في قنوات مش عارف، القنوات دي برامج وقنوات ممكن تكون قنوات إسلامية أو مسيحية يتعرض فيها كل واحد من طرفه ماشي، لكن احنا بنتكلم على قنوات فضائية في أرض مصر، وانك انت المفروض انك انت بتقول انك دولة مدنية، وانك انت طيب لو انت على أرض مصر هتدي الحق ده لواحد زي أندرو وهو بيقول الكلام ده؟ بيقول الأستاذة لبنى عسل والأستاذ معتز عبد الفتاح، أنا شخص كان اسمي محمد وتركت الإسلام وأمنت بالمسيح وعايز أدرس في كلية اللاهوت الرسمية باسمي وبشكل رسمي، هل لكم أن تعطوا لي فرصة لطرح وجهة نظري كما فعلتم مع الشخص الكوري؟ هل لكم أيضا أن تتعاطفوا معي كما فعلتم مع هذا الشخص الكوري؟ تسندوني في حقي كمسلم سابق تارك للإسلام ومعتنق المسيحية في دراستي في كلية لاهوت رسمية وتعترف الدولة بها؟ هل تسمحوا لي أيضا أن أطرح أسباب تركي للإسلام وأقول من خلال قنواتكم الإعلامية الرسمية ان سبب تركي للإسلام هو انني رأيت ان الإسلام ديانة ناقصة؟ ده يعني هل ممكن هينفع ده؟ هل انتم تسمعونني يعني ساجد على هل وانتم تسمعونني ساجد على وجوهكم نفس البهجة والفرحة اللي كانت على وجوهكم وانتم بتسمعوا لهذا الشخص الكوري؟
أم أنكم فقط تعطون هذه الفرصة لكل من دخل الإسلام وتبتهجون له وتظهر مظاهر البهجة على وجوهكم وأنتم وكأنكم تريدون توصيل رسالة ما؟ يعني الموضوع أخذ أبعاد تانية. هو كان برضو لفت النظر لموضوع تاني على الجزء اللي هو برضو رسالة للرئيس عبد الفتاح، فقال له لو وقف شخص مسيحي أيضا أمامكم وأمام الجموع وفسر كلمة مصر كما فعل هذا الذي فسر مصر على اسم محمد، إن حرف الميم يعني ده تفسير تاني، يعني واضح إن كانت وقع فيها تفسير أمام الرئيس السيسي، برضو كان في تصفيق يعني لهذا الشخص اللي فسر اسم مصر على اسم محمد، فقال له طيب هل برضو ترضوا وينفع ان انا اجي افسر لك مصر على انه ميم يرمز لمسيحي، الصاد يرمز لصليبه، الراء يرمز لروح الله القدوس، هل سوف تصفق ايضا بنفس الحرارة وهل سيصفق معك كل الحاضرين بنفس البهجة والحرارة، ام انكم لا ترون مصر الا انها فقط بلد اسلامي تكرسون لهذا، لا تكيلوا بمكيالين، راعوا مشاعر اكثر من 15 مليون مواطن مسيحي، ولا هم مطلوب منهم ان هم يسمعوا ويصمتوا على اساس ان هم وهم صاغرون زي موضوع الجزية وهم صاغرون. نتمنى انه يوصل الكلام ده، لانه زي ما بقول لحضراتكم انه يعني لما بنتحدث عن اعلام مصر عن وقناة زي اون اي عن قنوات فضائية مصرية يجب ان يعني لا تخطئ مثل هذه الاخطاء او لا تسقط مثل هذه السقطات، وانه بالفعل صعب جدا اعتقد ان الاجابة لا مش هيسمحوا لحد مسيحي، ولو واحد مسيحي طلع على اي يعني متنصر كان مسيحي وراح للاسلام وعفوا كان مسلم وراح للمسيحية وانه يقول ان هو راح علشان الديانة ديانة ناقصة هتشوفوا الدنيا هتحصل فيها ايه تهيألي، وكم بقى كم القضايا والدعاوى اللي هتترفع على رأسهم. طبعا الأستاذ سمير صبري كمان أول من سيذهب لرفع دعوة، ولا إيه رأيكم؟ فبالتالي الأمر هنا إنه قال لك لا ده مش مصري، يعني أنا حاولت إني أرد ردود بتاعتهم عشان يعني مفيش أي مبرر يسمح بأنه يكون في استهانة لمشاعر مسيحيين وإنه يعرض هذا الأمر في قنوات فضائية، وإنه من فضلكم خلوا بالكم خلوا بالكم لانه ده مهم جدا جدا انه الامور دي تراعى الحقيقه.